اقسم والله اني ما سويت شيء، استغفر الله. تكفى يا جماعة، مر عليكم واحد يركض؟ والله ما معي حصان، والله لا الحق يا اخوان. تكفى وقف، هدي. شوف هدي. السلام عليكم. ايش رايك تروض حصان؟ وش في ذا البقرة اللي معي؟ خلاص والله صادق صح، يبي لي حصان غيره. بس على العموم يا اخوان، انا اليوم ابغى اضرب مع البشر. من وين جبت حصانك؟ من اقرب زبالة. هذا الحصان يعني يصنف كحمار، ناظر من وجهه حمار وعليه علامة استفهام، ما ادري ايش في وجهه، يعني حتى هو ما يدري هو وش، حمار حصان. والله يا في عصابة جيجي، شفتوا اللي اقول لكم؟ والله اني اقول لكم انا عارف هذا المكان. خلنا ناخذ الاسلحة. تعال يا اخوي، والله انه حمار. شوفوا يا اخوان الخبرة في ردد الان راح تشتغل. العب افا، وراه يسبنا ذا في العيد. افا ثاني مرة يا عمري. طبعا هذا تسخين، تسخين بس، خلاص هيد شوت يا عمري، هذا تسخين بس. شغل مسجل. لا لا يا الغالي، اوكي حصان ترى. تعال 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 تعال. هلا هلا يا الغالي، في عصابة. تعال وقف تتكلم معي دقيقة بس، بتأكد اذا ما في احد معي، ما في احد حولنا شيء. اسمع، ايش معه؟ خلوته مع زيت. ايش فيه؟ والله للاسف ما معه شيء، حسافه قتلناه على الفاضي، بندور واحد ثاني. هيك على ذا البيت. انا اليوم مسبب مشكله، يعني مسبب مشكله، مطاق يعني مطاق مع اي احد. السلام عليكم. وات؟ معليش معليش، احسبني احسب ما في احد. معليش معليش، بالغلط دخلت. نوري امه الحين اذا ما جيته من ورا. مقفل حسافه. حسب ما في احد جاي يسرق. تعال تعال جيه. تعال تعال تعال، طلع اللي عندك، طلع اللي عندك. طبعا اتوقع يعني ارثر ما عاد صار عنده الشرف هذا. شوفوا اللي تحت، راح حوله الاحمر في بث اليوم. شوفوا عنده سلاح وعنده خاتم. هذه المنطقه راح يكون الحاكم فيها ارثر. تعال تعال تعال، شو مجيبك معك الشارع ذا؟ حصان ما في شيء. وش ذا؟ الله لا يوفقك يا حيوان، شفتك. بس تسمح لي بروح من مع الجهه الثانيه. تكفى. اوه لا القبع يا عمري، يا حصاني وخر. ورا قال لكم اللي معي وين ذا؟ هذا هو، هذا هو، هذا اقسم بالله ما سدد، والله ما سدد ال 65 دولار يا عمري. ابو مورجن يلا يلا يلا، كمل طريقنا. بسم الله، اذا جاء الليل ديورنا على ذا المكان. خلاص بنكمل طريقنا الين محطة القطار. ما شاء الله، ثور ثور ذا صح؟ اي الا ثور. وراه قام، وراه قام، خير خير ان شاء الله. هلا هلا، بقرة ذا شكله مو ثور، بس القرون قرون ثور. ارثر 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 يا اخوان، خلصت لياقته. ايش فيه؟ ابو مورجن بيموت يا عيال من التعب. ابو مورجن نعم. تبغى فلوس؟ تبغى فلوس؟ جيف 25 سنت. يمديني اسرق، يمديني اعطي. طبيعي راح اسرق. تعال تعال تعال، طلع طلع اللي معك، طلع طلع طلع. قول ادخل 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 ادخل. ليش؟ والله طردني ذا يا عيال. وش فيك؟ روعتك؟ بسم الله عليك بسم الله عليك. يلا بدخل بدخل بادب. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. اي والله كت هير، اي والله صار. اوكي روعته روعته قبل شوي. الشنب خلى نفسه، خلاص ضبطنا. شو السالفه؟ والله ما ادري، دخلت قال لي ضف 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 وجهك ضف وجهك. بس شوفوا تربى الحين، تربى عشان ما ربيه. انا ما ابغى اسبب مشكله، لاني بروح الحين اسرق القطار وما ابغى الشرطه يدرون عني. دخن، انا راجع لك انت بعد شوي. جوجو سرقه؟ نعم نعم، بس ابي يتحرك شوي القطار. ان شاء الله يتحرك يا اخوان. بسوي نفسي قاعد انظف صاني، نظف نظف ذا الحمار ذا اللي راك. مشى مشى مشى، كنسل التنظيف. عاد وراه سريع ذا، بسرعة ابو مورجن. بس بقى بعدين بوقف قدامه. تضرب بوري، تضرب بوري. قال لك ها اقول ذا بيصدمنا ذا يا ابن الحسن. يا اخوان توقعته ضرب فرامل، هو وش فيه؟ وش فيه شيء يزيد اللياقة ذا؟ اشربه.
اجرب. يا ساتر يا اخوان، انا توقعته ما مدى يسرع لهالدرجه يعني. يعني ما انت معقول. تعال تعال جيب قطار ثاني، تعال الله يقلع. الظاهر بتضيع فلوسنا في المحطه. ارتعتي؟ اقول ولا كلمه. اي والله صح صادق، تقول وش سويت؟ اي والله ما سويت شيء. تكفى امشي القطار، الله يرحم والديك. تسمعون الطلق يا عيال؟ في مهمة قدام. مشى 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 مشى. جنب مربع. اصبروا بس، خل اروح مع الجهة الثانية. في قطار وقف. قطار مهدي شوي، الله يا الاجواء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال. ايه. تعال انت تعال. طلع فلوسك طلعي. شوف ما في اي هيبة ولا شيء. فلوسك اقول. فلوسك 10 سنت يقلع ام القذارة. جولد. اعطتني جولد والله. طبعا حصاني وين؟ حصاني تحب علي. انا بموت بعد شوي، حصاني تحب علي. اها انا الشرير، ارثر الشرير. انت تطلق علي من اليوم. ابلع ابلع هيد شوت. وانت ابلع هيد شوت ثاني. ها في واحد ثالث. في اربعة ما شاء الله. ابو مورغن ابو مورغن يا ابن ابو مورغن ابو مورغن يا عمري العودة. حلو صح يا ابو مورغن. والله طيرت القبع والله. اهم شيء لو وقف القطار ابو مورغن بينجلد. لا لا بموت بعدين. حرام عليهم يا عيال، مت انا قريب وراهم طلعوني بعيد. تعال يا شيخ حسبي الله عليك، خليك هنا تتحرك. وصلنا الحين. وش بسوي يا عيال؟ ابى اسرقه هو في المحطة، فهمتوا؟ اوه هم في مدينة يا ابوي، اسرقه في وسط المدينة. معوض معوض الفلوس اللي خسرتها. لا تقول اني ما اقدر اطلع السلاح. الله يقلعك يا داتش. قال لنا لا نطلع الاسلحة هنا، ما اقدر. معطينا امر للعصابة ما نطلع الاسلحة، خلينا نغير. هلا والله كيف حالك؟ لا يا الغالي ودنا هناك، تكفى. والله اني قلت لكم انا بتضيع فلوسي على وشو؟ على الرحلات. يا استذكرة راجع. يا ماخذ تذكرة يا راجع. جو حطاب. بروح ورا اخر شيء وبسرق من ورا. هلا خلاص يا اخوان خلاص. فضت 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 اللي ورا، فضت اللي ورا. تعال طلع لي معك، اقول طلع لي معك. وش في هذي؟ طلعي طلعي. انت مت. طلعني معك عشان تهديد. ها كم معك؟ 11 11 11 جميل وجولد. ابلع انت، ما معك شيء واضح. الحصان الحصان معي، الحصان معي. شوف شوف الخطه شوف. اح ظهري. بسرعة ابو مورغن. لا لا ابو مورغن ارقى فوق امن، فهمتوا؟ جوا بيحشروني ادري. الحصان الحصان كل شويه يصفر من جهه. عبد الله وين رايح؟ بروح اسرق القطار كامل. بلغوا الشرطه بسرعه. تكفى ابو مورغن خش. يلا 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 اسرق القطار. يلا امشي روح. يا ابن الذين يا ابن يا ابو مورغن. طيب ابو مورغن خلاص هونت هونت، ما راح ابيع، بسرق ثاني مره. الحقني انت الحقني. لا تمشي في السكه يا اخوي. فرامل 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 فرامل. ما بنفرمل هذا مار. اوكي حسب بيفرمل. تكفى والله يا ابو مور. وش النطه ذي يا ارثر؟ والله نطه كذبيه يا عيال. ابصرقه في النص هنا، ما حد راح يوصل. بسرعه بسرعه. تعال يا ابن الله. شلونك؟ شلونك؟ تعال تعال درايف درايف. يلا اقلع برا اقلع. اسحب اسحب فرامل 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 فرامل. القطار وفي النص، فاضي لي القطار. بسم الله. ابو مورغن عندك شيء تشربه يزود الهيلث؟ بالله خذ لك حبه منشطات. حلو حلو. يبغالنا كذا سجاره الوداع عشان تزيد عنده ديد اي. يلا يا ابن الذين والله انا اطلع كل شيء عندهم.
الحين فضالي القطار كامل وانا عند الجسر. تيك تيك ايش؟ خذ اي شيء. تيك تونه، جيب تونه. حسافه مو بقطار ركاب يعني، ما في الا موارد. شو المهطف يا ال؟ ضاع يا غبي. انا هنا يا غبي، ما يمديني اجيبك من هنا. رح رح شوي، رح شوي. وعمري باقي طلقه حسافه، السنايبر باقي فيه طلقه. يا عمري خذ ذهبي صح؟ لا والله مو بذهبي، زيت شعر يقلع من الزحف يا ارثر. تكفى يا حصاني. الحصان مات يا عيال. ووهو. ها شيك خفت يا الثاني؟ خفت ها؟ تعال يا عمري، يا ليت سنايبر. يا سلام يا اخوان، الايم تقييمكم للايم. طبعا بسرعه بسرعه، خلاص خلاص مالي الا امشي يا عيال بالقطار. وللاسف حصاني توفى يعني. بس يا اخي مشكله الاحصنه سريعه يعني، والقطار ذا غبي. انحشت منهم. فرامل فرامل، اقسم بالله انها سرقه ناجحه يا اخوان 100%. وهذا قطاركم، ورجع لكم للمحطه. هذا قطاركم رجعته بعد ما زرفته كله. طلع طلع لي معك، انطلع طلع لي معك. اقول يا اخي والله اني ما سويت شيء، استغفر الله. تكفى يا جماعة، مر عليكم واحد يركض؟ والله ما معي حصان، والله لا ألحق يا إخوان. تكفى وقف، تكفى وقف، هدي. شوف هدي هدي شوي، هدي. جو جو. يا اخوان هو اللي قال ادبه. تكفى وقف، انا خلق مبلغ علي، والله مبلغ علي. وقف يا ليل، ما ابغى ما ابغى اذبح ولا اسوي شيء. خلاص يلا ها بالربطه. بس شافونا شافونا شافونا. دقيقه بس، عندي شغله بسيطه بس مع الشاب هذا. تعال تعال روح عند الخنازير عشان تعال ثاني مره تبلغ. يخرب بيت ذا القبع ذا اللي انا مركز عليه. يس اقسم بالله. خلاص يا اخوان خلصنا عليهم، ما يردون. هذا وش فيه يا اخوان؟ منفس. مو معطيني وجه. سوي ما تسمعني، تعال سوي ما تسمع. النحشة على الرجول، ما نحتاج اي شيء، ما نحتاج لا حصان ولا شيء. كم ايش ما معه ولا شيء. يلا يلا قم قم قم، اجل قم قم قم، راح قم. اقلع من القهر، ما معه شيء يا عيال. خلاص هدي هدي، بسرقه بسرقه. اصبر. وعليكم السلام، هلا. والله جالس اسوي اشياء عشوائيه انا. خلاص خلاص، لا لا اترك، لا لا لا. وش ذا؟ وش ذا؟ هذا ردد، هم اللي جابوه خلوه يصدمني. بالله ابغى حصان اذا ما عليك امر. وقف بالله، تكفى. لا لا بس بسولف معكم يا عيال، بس ابغى حصان ابغى حصان. لا تنحش لا تنحش لا تنحش. ايش تبي انت؟ السلام عليكم. بسوي نفسي اسلم وانا قبل شوي مصفق 700 واحد. هدي هدي هدي. هذا ايش فيه بيبلغ؟ اي على كيف اهلك هو؟ مو بحصانه يا عيال، والله مو بحصانه يا عيال، على كيفك هو. انزل 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 يا كذاب، انزل جيبه لي. بس انا ماخذه من ذا يا عيال. تعال انت، وين ذا اللي بيبلغ بعد؟ بتلشنا بذا العالم، اقسم بالله بتلشنا بذا العالم. نط نط تمرجل. انا احس ان نوقف هنا يعني، بعد ما يعني لو كملت ما راح يبقى احد بالمدينه الا انا بس. والله يا اخوان